دخن. تفضل. معناها بدنا نستناه لحتى يرجع على البلد، مو هيك مقدم خالي؟ والله بصراحة ما فينا نعمل شيء. طيب هو أساسا ما فيه يسافر من بيروت، لأنه طلع من البلد مو نظامي، ما راح يقدر يرجع على البلد نظامي. مزبوط؟ أكيد، لأنه طلع تهريب. والله لو ما كان في شيء مريب بيناتهم هذول الاثنين ما كانوا هربوا برات البلد. وهذا الشاب الثالث اللي كان معهم صافي؟ لا لا، صافي شاب محترم. أنا قدامي حكى مع فارس. مستحيل مستحيل يكون كذاب، أنا واثق كثير فيه. لا تكون متأكد لهالدرجة، بجوز يكون عم يكذب عليك. لا يا خالد، هذا يعني إنه أنا فقدت ثقتي بالناس؟ أبدا. هلا صح جاد كذب علي وهرب، بس هذا ما بيعني إني أنا أفقد ثقتي بالبشر. بس لا تزعل من إبراهيم، أنت غلطت لما تركته يروح. معك حق، معك حق، مشان هيك أنا لازم جيبه، لازم. هذا التافه ما قدر ثقتي فيه. لا أبدا ما قدره. هذا التاني صافي، جيبه لعندك حتى تخلص تحقيق، يا أما حطه تحت عينك بلا ما يصير معك نفس الشيء، وهذا الشيء ما حلو. مع أني مقتنع أنه هو من طينة تانية غير دنك الجوز، بس أنا حاطط عيني عليه، والله ما عمل شيء. أنا نصحتك وأنت صاحب القرار. ماشي يا حبيب ماشي.